التكريم نفسه في حد ذاته، ان دي احياء للعادات القديمه اللي كانت جميله، في ان نجوم النادي الاهلي وكباتن النادي الاهلي نعمل لهم اللي ليه تاريخ حافل مع النادي، تعمل له مباراه تكريم تليق بيه وبالنادي الاهلي. طبعا كان حسام غالي يستحق كده، وفي نفس الوقت دي بتبقى رساله للاجيال الصغيره وفيها نوع من الامتداد والتواصل بين الاجيال. فطبيعي النادي الاهلي في ظل برنامجنا اللي كان قبل الانتخابات عائله الاهلي، فده استكمالا وتطبيق لكل الكلام اللي احنا بنتكلمه يعني. فبلا جدال طبعا كابتن حسام غالي ادى للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت زي ما انت قلت في شخصيه النادي الاهلي، فدي اللي هم اولاد النادي الاهلي، ابناء النادي الاهلي. فاي ابن من ابناء النادي الاهلي اعطى للنادي الاهلي، فبالتالي له الحق ان كله واقف جنبه ويتعمل له ماتش تكريم يليق بيه وباسم النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما بيرعى ابنائه، بيبقى حريص عليهم، وبيبقى في تواصل للعطاء في الاجيال يعني. كابتن حسام غالي ربنا يوفقه في مستقبله برضه مع النادي الاهلي ان شاء الله، لو قدر ليه في حاجات معينه ان هو يكون كادر فيها، بحيث ان هو يستمر مشوار العطاء دايما يعني في يعني. قبل كده قلت على كابتن حسام غالي، هو برضه من النوعيات اللي هي قلما تتكرر كتير في تواريخ الانديه وفي الرياضه يعني. فبشخصيته وادارته وقيادته وكده، وابن من ابناء النادي الاهلي ان شاء الله له الحق في التكريم الملائم، ويستمر مسلسل العطاء لكل عائلته. بقى لنا فتره الحمد لله في تعاون جامد جدا بين الامارات وبين النادي الاهلي او الرياضه المصريه، وان المباريات بقت تقام هنا عادي، بقى نوع من المعتاد، ما بقتش حاجه غريبه ان يبقى في ماتشات موجوده، سواء الجاليه المصريه استمتعوا بيها او روح الالفه الموجوده مع الاخوه الاماراتيين. فشيء جميل طبعا، برضه بتزيد اواصر المحبه والود مع الشعب الاماراتي الشقيق، وبنحس انها بلدنا زي ما هم بيكونوا موجودين في مصر بالذات بالظبط، بحس ان هم موجودين في بلدهم.